تلتحق أنس زروري لاعب بيرلي الإنجليزي غدا بالمنتخب المغربي بالشارقة على هامش المباراة الودية التي ستجمع المنتخب المغربي أمام جورجيا بالشارقة بعدما تواجد مؤخرا بالإمارات العربية المتحدة. وأفاد مسؤول جامعي في حديثه للمنتخب اليوم الأربعاء أن زروري سيكون هو معوض أمين حارث الذي تعرض مؤخرا لالتواء في الركبة في انتظار أن يظهر اللاعب، وتعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن ذلك بصفة رسمية.